هو يمكن الفرق بلبنان عن كل شيء عم يصير بالعالم انه ايه في شيء بيشبه بعضه بهذا الترند انه بيع 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 بيع، بس بيبقى عندك مساحه لشيء تاني. هاي المساحه ما عبوها، بس عبوها يا اخي، عبوها. يمكن بيع خرا، عمال خرا وطلع، بس عمال مقابله شيء يبقى للتاريخ يا اخي، يبقى كله، يبقى فيلم يقول انه انا كمنتج او نحن كلبنان عاملين هيدا الفيلم. انت بمين بتشوف حالك هلا بالافلام؟ نادين لبكي والدواير اللي عملوا بشكل اساسي هول اللي انا قاعد بالدواير، عرفت على صور باسرائيل و... وجه صور هون قال بس نزل فيلم وقفوه الامن العام، يعني وقفوه هيك انه ما يوقفوا لانه نوع من الماركتينج. بس انه في غيرهم يعني هول بتشوف حالك فيهم انه والله هالسينما إيه اللي عم نحكي فيه انه في مصاري تنكب، عم تنكب مصاري على كتير امور يا اخي. خصص منا يا اخي لعمل فني فني انه او عمل سينما. السينما الايرانيه، السينما الايرانيه احلى من احلى السينمايات بالعالم يا زلمه. سمبليسيتي، قصه بيعمل لك اذا فنجان قهوه اندلق بيعمل لك منه فيلم وبيروح على الاوسكار وبيروح. والايرانيه عندهم افلام كوميرشال، بس عندهم سينما خطيره رايحه للعالميه بحاضر الافلام الايرانيه. بدك تتخرج راديو ان تي في هلا راحت عليك خلص، يعني ما في في مخرجين بيبقى طازه مخرج. انتبه في افلام حكينا عن القضاء فيها، في فيلم في جرأة يعني، لك في فيلم عاملينه بايران مكسر الارض، شيخ بيطلع حرامي، حرامي بيعمل حاله شيخ اسمه داليذر. خلص مشكلتك كمان ما بعرف هلا بايران شو الوضع، بده واحد يفهم هونيك شو اللي صاير. بس هون اذا بتعمل خبريه من النوع بتقعد شهرين ثلاثه تحكي انه لك حق والشيخ ما بتجيب سيرته وكذا وما ادري شو هاي الخلطة. ليه يا اخي مثل قصة غوار وعادل امام. كيف عادل امام عمل الزعيم؟ الدولة تركته يعمل الزعيم. برا نفس الخبرية، بسوريا الدولة النظام ترك غوار يحكي عن النظام. طب هون ليش ما بيمشوا بهالخبرية؟ احكي عنها اخي، الدولة بتتركك. الدولة ولا مرة وقفت، في مرة وقفتنا الدولة، طلعنا دركة عم يحشش نحن على التلفزيون سكتش عم يوزع بيوصلوا على هي الدولة بتقلك هي الدولة هي الدولة بتقلك اوقات احنا ما عندنا مشكلة. ارتو مثلا المجلس الاسلامي الشيعي على عنده مشكلة بهذا الموضوع، او دار الافتاء عنده مشكلة، او الكنيسة عندها مشكلة، هن اللي بيقرر والله. يعني النص بيروح لعندهم اوقات نص مسرح يعني. نص اذا انت ذاكر فيه لنقول ان كان مسرح ولا سينما ولا فيلم قصير بده يروح على، اذا مذكور شيء عن الشيعة بينبعث على المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، اذا مذكور شيء عن السنه بينبعث لدار الافتاء، واذا مذكور شيء عن المسيحيه بينبعث للكنيسه شو اذا بوافق ولا لا. وفي حال مرقتها انت بقول لك اذا تحرك الراي العام نتحرك معه. طيب ما انا هذا ما بفهمه، انه في قصص من هالنوع بتسمع انه بيقطع النص على البطريركيه والمجلس الاسلامي شو خصه؟ اول شيء شو خصه؟ تاني شيء بتحضر قصص على يوتيوب عن شيء عم بيصير على المسرح مثبت وطالع ونازل وخلق هذا عادي. ايه شو شو المعيار؟ لا لا ما في انفصام يا اخي، في نحن قوايا على بعض، نحن قوايا السلطه، انه وين بقدر احط سلطتي انا على هذا الشخص بيجي بكب سلطتي على هذا الشخص. عندنا هذا التسلط الطبقيه بكل شيء، يعني كانه الدوله شيء مشحر خالص عم تتامر معك انه خي اذا ايه باوقات اوقات عن جد بيجيك من تحت بيقول لك انه معلم الدوله علي علويه اذا والله شو الدولة بتقلك انه المهم ما يتحرك الرأي العام. انا معك بس انه ايه وحيط الله. لما رحنا على الامن العام انا قدمت فيه مرة من زمان قصير اسمه رسائل الملكوت، مجلس الشيعي الاعلى منعه، ممنوع ينعرض، مهرجانات صاروا يخافوا يعرضوا كذا لانه الامن العام ما قبل، لانه المجلس الشيعي الاعلى ما قبل. بيقول لي انا ما خصني، انا بوافق لك على الفيلم بس حلو، بس بتعمل واسطة يعني هلا مثلا نادين لبكي بفيلمه بلبنان عرض فيه ولد صغير على الخزان بيقول يلعن لي خلقك، بس انت اساسا بالامن العام والمراقبة انه الكفر والذات وسب الذات الالهية ممنوع. يلعن لي خلقك على اساس كفرية، بس نادين لبك هديك يا عمر، عارف كيف بتصير يعني نحنا هردا باش نص جريء، نص جريء جدا، بس قطع على الامن العام. ليه؟ لانه اول مره كتبته وضليت اعصر براسي لحتى مرقوا بحرفني انه لا الدين يقدر يلقط عليه شيء ولا الامن العام يلقط عليه شيء لو هو معبى باشياء. وبنرجع هالمشكله الاساسيه هي فصل الدين عن الدوله، اللي هي هذه بكل امور يعني اللي انت اكثر واحد بتحكي فيها. فصل يا اخي، افصلوا لنا اياه يا اخي، بدك تامن ب ما بعرف بالفجله، روح امن علق فجله لحالك وروح.
هيدي اخطر شيء. انا بحس انه هيدي هي جزء من الحل. يعني مره كنت قاعد مع حدا من مواطنون ومواطنات عم يحكيني, كنا عم نتحدث عن الفساد ومع الفساد, قلت له كتير عم تحكي سياسي مش عم تحكي دين يا اخي. يعني هلا انت بدك تحارب حزب الله بالسياسه, فيك تخسره بس ما بتغير بالضاحيه, ما بتعمل انفتاح ابدا, بدك تفصل. اذا وصلنا نقدر نفصل الدين عن الدوله, ساعتها بتعرف انك انت عم تحارب الدوله لحالها برايي. بس انت ما عم تحارب الدوله, هلا انت عم تحارب البطريرك وعم تحارب المسجد الشيعي. بيطلع مفتي بيعطي القرار يا زلمه بهالبلد, هي مش دين, هي مش دين. بس هو شو وجهته؟ وجهته دين. يعني هو لابس درع الدرع الاساس الدين. ما انت ليش ما ليش الناس بتخاف تحاربه هلا؟ بس ما كمان هذا يعني بالعزا بفوت دركه بيسلموا عليها, بفوت ضابط مثلا, يفوت شيخ بيوقفوا له, يمكن يكون اكبر ابن حرام بس بيوقفوا له. مولانا يا اخي بس ما هذا نفاق. هذا كيف انتم بتحكوا عن قصه النفاق؟ طب انا وقت الانتخابات بيجي احد المرشحين بفكره انه البطرك من المتن, وانا نازل بالمتن, فكره انه يحشرني بقصه انه البطرك ما بتجيب سيره البطرك وكذا. يا اخي كيف بتجيب سيره البطرك؟ جبت سيره البطرك وحكينا انه هي ما بيطلعوا بخطوط الحمر الا على رياض سلامي وفؤاد السنيوره وشي حدا مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, اذا جابوا سيره علي حسن خليل بيتدخلوا. طيب وعملوا لي جي مره خط احمر عشان نصاب انه هذا بدنا نحبسه. طيب برات الكاميرا كل العالم لك ايه هول حراميه وكذا ونصابين, تطلع على الكاميرا ببلشوا انه بده واحد الدين وكذا ورجال الدين. كمان يوم يومنا تحكيني تحت الكاميرا من يوم, يوم من يوم يومنا بيفلقوك بشغله اسمها ما ننشر غسيلنا الوسخ. ما ننشر غسيلنا الوسخ لبرا. خلص هي عندك تقسيم مناطقي بشكل مش طبيعي وتقسيم طائفي بشكل مش طبيعي. الطائفي بحد ذاتها بتعرف عيوبها اوقات, ثلاث ارباع عيوبها هي عارفيتها. يعني اللي ابن ضاحي بيعرف نحن واحد اثنين ثلاثة فلان فلاني مش منيح كذا مش منيح, بيعرفهم بيحكيك فيهم بالشارع. بتيجي بتقولهم لبرا بقول لك يا عمري ما تطلع بنشير بغسيلنا الوسخ لبرا, ما تنشره يا اخي. ليه ليه ما بدك تنشره؟ كيف بده ينضف؟ كيف بده ينضف اذا ما اذا ما غسلته ونشرته؟ هلا بعدين بصير سؤال شو جوا وشو برا. ما ايه ما هي هي المشكله. ما احنا عم نجرب نكسر شوي بموضوع, يعني احنا كل شغلنا او كل اللي حاولنا نعمله ب ب ب بشغلنا ونجيب العالم. ليش نحن بنروح على المسرح على خشبه المسرح؟ بخشبه المسرح بينزل ابن الضاحي بيقعد مع ابن الاشرفيه بيقعد مع ابن طريق جديدي, كلهم تلاقيهم جماعتهم ضحكي بمطرح ما, جماعتهم يمكن نظرة يمكن يتعرف عليه يمكن ما يتعرف عليه يمكن يصير حكي بيناتهم, بس انه اجتمعوا يا خي بمحل حضروا مع بعض مادة عم تخزق بكل شيء غلط اني عم يعملوه يمكن, وضحكوا كلهم على الموضوع. معناتها متقبلينه شوي شوي عم يكسروا بعض القصص اللي هي مناطقية اذا بدك. عشان هيك منحب نحن المسرح اكتر من السوشيال ميديا. في ناس بحياته ما نزيل على مسرح, تتخيل في ناس من طرابلس ولا من السرفاند والله من في ناس صار قد لانه مش بتاقلم انه انت تقعد واحد انا بحياته ما قاعد بمسرح قاعد هيك وفي عالم صاروا يعملوا ايه. لا ومجموع يعني 300 شخص لازم يشجع النجمه دغري وحيط الله بقلب مسرحيه, او صار نحن وعم نمثل قوصرانه يعيط لك ما مأقلم. ما خاصه بالمسرحيه خالص ما خاصه بالموضوع, بس هو خلص لا انه هلا في كب نكته هو بقى هيدا مش مأقلم على المسرح. ما هي قلة يعني بركت عند ميكلسين بيقول لي انا ما حاضر مسرح من كان عمري 5 سنين. قلت له لا لانك لانه هالمشكله. بس ما هيدي كمان بتذكر شغله احنا صغار ما بعرف اذا بتتذكروها. في التنس بلبنان ما كتير يعني في باسكت وفي فوتبول بس التنس انه ما تنس للاغنياء. بقى باخر التسعينات اول 2000 اجى لعيبان كان يلعب باستراليا شكله علي حمادي والزيناتي اذا ماني غلطان, طلعوا لعيب التنس منهم عاطلين, وصلنا بديفيس كاب لبنان في يتاهل على مجموعه انه تحسننا يعني. فاجوا ال بي سي وغطوها وكذا, كان يلعب بملعب الكهرباء هون بالزوق كان بعده هذا, صار يجي جمهور لبناني على التنس جايبين معهم طبل وخبريات. هو ما فيك شغل راح نعرف الجمهور هيك يعني شو ما كان هيك نحن اكثر معنا انا اكثر معنا المسرح ما فيك تلومه في عرض حاضر مسرح بحياتي في عرض تبي مش بس شيع في عرض اجوا 7 من طرابلس وقعدوا اول صف. بس علما انه هذا شيء شوي نسبيا جديد يعني قبل الحرب المسرح كان كثير شغال ما كان شغال غيره يعني هون طبعا كان مصر سينما ونحن مسرح
شو بك كانوا ينزل يحضروا زياد الرحباني ناس ولاد شارع. هلا ابن الشارع فيك تنزله صار يخاف من الانفتاح، لانه الانفتاح بالنسبه له هي انه انت رايح للتعريس، او الانفتاح هو انه انت الحاد، او الانفتاح هو انه انت ضد الله وضد الدين. طيب بس ما رح افترض انه هيك، ما اغلب الناس قصه التعريس وكذا ما انه بيحكوها وبيعملوها وكذا، انه بس بالمخفى، بس انك تروح على مسرح قدام عالم وكذا. ايه بحس انه انا شو بدي نزل لي احضر مسرح، مسرح او احضر فيلم سينما او. انا بحس مشكله المسرح انه منعطى صفه انه نخبويه. هي عندك شقه يا نخبويه مسرح، يا نخبويه يا المشكله اخي بالعرب اللي مش ابراح مسارح الشنصونيه، يعني اللي درجت بلبنان على فتره 10 15 سنه 15 سنه عم تحكي انت بمسرح مثل ماريو باسيل، بس تيجي تقول لهم للعالم زلوا احضروا مسرحيه مسرح المدينه، اول شيء انه حمراء هذا اول نقزه، ثاني شيء انه مسرح فينا ننزل المدام معنا ولا في شيء على المسرح كده. شوف في شو مطلع عالم على الزلط على المسرح، في مسرحيه بس بخافوا من التسفير يا اخي. هن المسيحيه، لانه الاسلام بلبنان ما عندهم فكره النخبه، وعندهم انه المسيحي مثقف اكثر منه، انه بيفهم اكثر منه بالثقافه، وهي اللي بتعاني منها انت كجاي من بيئه شيعيه والله مسلمي والله. هن عملوا المسيحيه، روح هلا النسوان الاشرفيه ما بيزوروا بيحضروا حسن اقول مين هذا جلب هيدا، بس بيروحوا بيحضروا ناتالو مثلا، مع انه الشيعة بيروحوا بالباصات يحضروا جورج خباز. لانه نحن كشيعة شايفين انه لا، ما الثقافة هون مسرح المسيحية بيعملوا مسرح. بس اذا بده ينزل يحضر الاوو او بده ينزل يحضر فكرة يا بيحبنا كتير، يا اما انه هلا صار يعمل مسرح على الخرى هذا. لا لا، او حتى التطرق للمواضيع سكتشات وكذا شو تعمل. إيه لا، حتى انه صار انه حتى بسكتشات صرنا ناكل بهدله. إيه حتى فكره المواضيع يعني اللي بتتناولها. بس ليك قديش هون هيك، قديش لقيناتكم معقول اذا يعني شو كيف بدي اقولها، اذا بيجي 100 واحد بيقول لك والله برافو شيء عظيم شيء كذا، وبيجي 10 بسبوك راسك رح يعلم المسبه. انا ما حيعلم شيء يعني بالنسبه لي. لا بس انه كانفعال هذا اللي بيبقى بالذاكره، لانه مثلا هلا عم فكر انه اوكي بيجي واحد بيقول لك انه شو جايين عم تعملوا مسرح عم كذا، بحس انه خيال واحد بده يعمل شيء، بده يجي كم واحد يخبره خبريه. لا لانه ما عارفين هلا تحجم قبيله العكس تماما، انه بتطول مسرحيات البرنامج وقتها هو 3 حلقات على الجديد يعني قلع من بعده بيحكى فيه لحتى هلا هن 3 حلقات. ثلاث قلت لهم 3 حلقات ولا كأنه 3 سيزونز انعملوا. بس هي الفكرة انه نظرة في غير اللبناني، جمهور اللبناني كتير صعب، جمهور نيقة، مع انه كتير قسم كبير منه انه هزلة جمهور بحب تحكي له بالسكس على المسرح يا زلمة، بحب هالقصص وجدا هزلة، بس بذات الوقت بحب يفخت، وانه هو ياما بنكون على المسرح بتطلع بوجوه ناس بتحس انه قاعده ليه جاي يا عم، ليش جاي اذا هالقد قرفان انت ليش جاي والله انت يعني، او هذا اللي بيجي بيقعد لك بالمسرح، بيجي بيدفع مصاري بس بيقعد لك بالمسرح. بس كمان هذا اللي عم يحكي اللي عم يفهم. ايه بس هن اللي عم يحكي عنه الحمودي هلا كمان هن النسبه تعتبر بالنسبه للعالم اللي نحن بنعرفها اللي بتحبنا هي نسبه تعتبر ولا شيء. تبع بحكيك قبل هلا يقبرني الله العالم عن جد يعني، انا لما عم بطلع قبل اعرف عنه فبحكي لي كم كلمه زناخه، ما عم حسه جمهور، عم حسه رفقاتي. ايه والله ايه صار في علاقه بينه وبين الجمهور، كيف عم يحكوا معي بحسهم رفقاتي يعني، وانا لا ستاند اب كوميديان ولا جيف. ايه في ارتياح كانوا ناطرك تطلع. يعني حتى نحن عم اقول لك انه على صعيد نقول السبعه ودمتها اللي كانت هي بالنسبه لنا العمل المسرحي اللي جاب ضخ جماهيري بشكل مش طبيعي، واجهنا صعوبات بعروض السبعة ودمتها بالتعامل مع الجمهور. هلأ بالستاند اب كوميدي اللي عم نعملها عم نحس انه في عالم حضرتنا قبل رجع جاي تحضر وصارت تعرف اخلاقيات المسرح كيف يعني. هلأ بالستاند اب كوميدي اللي هي مفروض مفتوح الجدار الرابع بينك وبين الجمهور، يعني ما في هذا الجدار اللي انت ما بتحكي معه ما بيحكوا معك، ضمن لهذا الفتحة اللي بينك وبينهم بعد فيه
انه ايه ما بيحكي ساعة اللي بده بكب كلمة، لا في 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 هيدا الهدوء الرواء اللي بيسمعوك، فبتحس انه ايه انت عم تجيب جمهور صح واجهت معه صعوبات اول شيء، لا بس هلا بلش يتعود عليك، وهي خطوة بالنسبة لنا رائعة يعني. يعني اللي اجى على سبعة دمتة وعملوا ايه هلا بيجي بيقعد حتى فكرة التصوير لا صار يعرف انه لا ما بصور عمل لانه هيدا عم يعرضوه على مسرح.